على خاطر أهلك وناسك وأحبابك يكونوا مرتاحين وسعداء في هالدنيا، مستعد تدير أي شيء، لأن فرحتهم وتحقيق أحلامهم وسعادتهم ما يغلى عليها شيء. فما بالك الأم اللي ديما تتمنى الخير والسعادة لفلدة كبدها، وأغلى شيء عندها في الوجود تطمن عليهم وعلي مستقبلهم قبل ما تاخذها المنية. بالله أخيتي بنشاور تردي علي الشيرة إن شاء الله. أنا تو خشيت قالوا لي تبي ثلاث مرات جرعة، فهمتي؟ جرعة متاع الكيماوي متاع الباهية، وعندي ولادي كيف يودي في روح العرس. هو راس ولاد عند ربي، سلمت حبيبتي. خايفة نقول لا ما يصيرلاش لا من خدمة لا من قدمة لا هذيك لا هذي، واني خايفة والله خايفة نقول لا يا خيتي هتو جاي بيروح بي. انت قولي تبدأ الجرعة من بعد غدوة، ثلاث مرات في الأسبوع. طول قليلة خلاص عادي، ومدام هي الوحدة انت غير ما تعرفيش. والله كان نقول لهم عادي حتى خدمتها يمشي لها. وعليك السلام ولادي جاي الحمد لله، هاني جاي ولادي. لا لا تمام ولادي ما فيها شيء. هي كلها على مصلحتك، باهي ولدك عندك انت بالدنيا، وانت صح عندك حق، عندك حق انك تفرحي بيه، باهي نشوف ولاداتك نشوف ولاداتك. لكن هو ولدك حيسايرك انت وحيساير روحه، حيساير روحه مش حيخلي روحه، مش حيخليك انت. هي نبي نعرف شنو قالوا لها. لا هي قالوا عندك علاج تبي تاخذيه، هي مش تقول لك قالت لك ما باش ندير، ما باش ناخذ العلاج بس ولادي. هو ده باش تاخذيه، هو ده ولادي بعد الجرعه بعد ثلاث ايام الجايه باش تاخذيه. بالله لك علاش نخدم احنا ما له خاص، قولي لها ما في شيء. سلمك سامحيني اخي، سامحيني انت، سامحيني انت، لكن وضع على مصلحتك راه والله الله مصلحتك انت فوق كل شيء. بارك الله فيك، بقول لك ربي يحفظه لك ان شاء الله. وما تخافيش عندي الا هو وربي، والله يلا ما تخافي، ربي معك، ربي معك. سلمك صحتي بنتي، صحتي. هي كلها نفسيه بس مرض نفسي. انت عزمت قويه والله. كان هذا هو ما عادش يطلقني ولادي، يبدا مقعمز لي شاد لي راسه حتى الخدمه ما عادش يمشي. نعرف يعني هو راس ولادي عندي راه. لازم تقول لي حاجه، اهم حاجه باهتمام. كان مش اهتمام واحد، ان الولد لازم يهتموا به وتعبه فوق هذا. احلى يعني والله ولادي يا اخي وجعني الحق، واني وجعتني نفسي حتى نيره. نفسك موقف الله غالب، اهم من كل شيء اهم من مرته. كما زال هو ما تجوزش مسكين، انا نبي نفرح بيه قبل ما نموت. بالله ولادي نشوف صغيرته في طالما كيماوي ما كيماوي هو جاي. ما تقولهاش ما تقولهاش ما تقولهاش ها بابا ها حبيبي هاي خلاص. لا لا اعطوني باري، واني والله ولادي من بلي باري. لا حاجه تبكي انت هي حبيبي. لا لا هي ما تبيش روحك وكلها عزيمه، هي المبدا عندها ورب تجدد كيما وهي باش تفوت خدمتك وتدير كل شيء لها تقعد معه، وهي تبي تفرح بيه الوالد كيما وانت زينه. تمام الوالد عمره 53 سنه تمام قزيا وحالها، هي كل مرض نفسي قزي. كان انا ما اهتمتش بامي ولا هذاك ما اهتمش بامي. كلام عادي يخدم على راسه، هو عزيمه راه هذا مرض. انا والله راس ولاد عندي نشبع فيه نشبع فيه هو رفع معنويات عندي عمك. هذا هو سبب مرض، مرض يبي راحه نفسيه. هو واضح بيخدم الصبح بيجي بيقعد بحداك. هي هذه خايفة تبيك شنو تبيك تسير خدمتي. لا ما نخدم باش نعاونك باش نعاونك باش نديرك ونوكلك. والله اللي يبرى ولادي بهذاك الحساب. لا 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 الدنيا هذا ارديك ارديك. اول حاجة راه زاوية فيه وفيه هنا وراه مصحة طوالي تحت ملف. لا 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 علمك تو كيف العلاقة. الناس اللي سمعوا بقصتها ما اقتنعوش إنها تدس على ولدها حالتها الصحية اللي تبي علاج بشكل مستعجل، وما قدروش يدسوا على ولدها مكابرتها على مرضها على خاطرة، وقدموا اللي يقدروا عليه باش يساعدوها ويوقفوا معاها ويقووا من عزمها. انت ما تقتلاش رزقه ولا هذا هو والله. شديري شديري
شدير يا مامتي. لا انت شدير يا مامتي. نقول لك ان شاء الله لا باس عليك وان شاء الله ربي يفرج عليك. سلمك ان شاء الله. تو يجي ولادك قولي لها تو قالوا لي كويسة ولا؟ قولي لها مشي وخلاص. لا قولي لها مشي امورك. تجوز وجيب ميت الناس وبالتالي ماذا بيا وخي نشوف ولادات يا لهبيك هو يا لهبيك ما هو كي زيكم قلت على الاقل نسالكم رايكم انتم شني نقول ولا ما نقولهاش يا ودي باذن الله تفرج والله الا باذن الله تفرج باذن الله تفرج ان شاء الله حبايب صحيح الله يسلمك ولادي كيف حالك لا لا شيء خلاص ولادي وفي شيء لا لا ما قالوا لي شيء ولادي لا لا الحمد لله كويسه ما في شيء توكل على حالك ان شاء الله ما في شيء ولادي غير انا هيك يضربوا لي ابره خفت من الابره بس ولادي هيا ولادي هيا نمشي والله لا والله 100% الحاجه والله هي لا لا والله ما في حاجه خفت من الابره ولادي باذن الله توكل على الله انت هو صعب امك حتى هي مره هو بيتجوز ولادي والله نتمنى نشوف ولاداتك خليك انا بنتجوز بنتجوز ولكن خليك انا لا عارفه ولادي عارفه سلم ولادي سلم ولادي سلم ولادي الغالي سلم واقف بيا ولادي لهي بيا بارك الله فيك ولادات نقول له انني نضرب في ابره وهيك ولا ما نقولش شنو هي شنو نوعها ما نعرفش قريت ثلاث ايام في الاسبوع تجي تضرب هذه نتاع تسيل الدم باهي هذه كويسه ما فيها شيء يعني حتى كان قلت لها عادي انت بتقولي لي ما فيها شيء وانت تحافظي تنقصي الملح وتكثري الميه وتاكلي السلطه والخيار لا اله الا الله محمد رسول الله ان شاء الله ما عندها سو اللي عندك والبنجر ايه الاحمر هذا ابعدي عن اللحم اها اللحم الاحمر ابعد عليه بارك الله فيك ايه باهي عليها حتى ولدتي كان تضرب فيها الابره هذه الله يا اخي خايفه منها ما تخافيش والله خايفه منها اقسم بالله يوم بعد يوم تضرب ايه ثلاث ايام في الاسبوع شو دير لك دير تسيل لك الدم ابعدي سلام ورحمه الله اه ليدي كيف حالك الحمد لله قالوا لي كويسه لا ما فيها شيء لا لا شيء لا لا تخافيش سلمك حبيبي لا ما في شيء والله ما في شيء ابره بس خايفه منها حاجه واحده لا في شيء خايفه بس خايفه ان شاء الله ما في حاجه في كان كل خير بس ان شاء الله خذيت قهوتي يا رب لا يا رب ان شاء الله كان كل خير ان شاء الله موقفه ناس لا والله ما في حاجه لا ما في شيء والله في حاجه قولي لي ودي والله ما في حاجه والله ما في حاجه كان كل خير بس ان شاء الله لا عادي كان كل خير ما في بدي خشيت ناخذ قهوه نشبح فيك بكي تهدر زعلها والله نهبز عليك مسكينه خشيت ناخذ قهوه وجيت لقيتك وليتي من شم فيك لا لا شيء بابا ما فيها شيء ما تعشش يباري بس خايفة منهم وخلاص ما فيش والله 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 ما تخاف يباري والله ما نعرف ما تخافيش والله ما تبكي والله ما تبكي لا تخافي التفاعل والتأثر مع الأم كان واضح والخوف عليها وعلى صحتها بان في كلام اللي مروا عليها وما خلوش نصيحة ما قالوهاش ممكن إن هي تهون عليها حيرتها وخوفها يا أخوي هذا شيء يرجع لك أنت نفسيته هو احنا عندها علم من البدايه انا ما بيش نقول له الحق والله ما نبي نقول له وراس ولاده خايفتي ربي ان شاء الله يحفظها ربك كريم راه من رايك انت نقول له ولا ما نقول له ما صلي استخاره ايش خير من ربي ولا اي والله امين يا رب العالمين استخاره ومدير الواقي ولا برا الفحم اللي دكتوره اسالي عنه وعليك السلام يا ولادي جي الحمد لله كيف حالك انت باهي الحمد لله انا طبعا دكتوره باهي ان شاء الله ربي يحفظها لك امك باهي مريضه شويه علي باري بس انا ما نحبش لي باري بس مريضه شويه خذي ورقها وشوف دكتور باهي تمام اسمعش كلامها تدلع وخايف عليك رهيب ان شاء الله باذن الله مفتوح ان شاء الله كويس حاجه تفضل صحتي بارك الله فيك عليها مريضه راه صحه لها تخليش تسكر راسها عين ودير لها العرس على طول اي امين يا رب العالمين صحتي خويتي صحتي يعني خايفتي يرعش ولا هذا هو والله ما حدا عرف وسعي بالك هذه كل هالناس وعليك السلام بابا هذا ولادي جان سلمك صحتي يا اخي شيء يباري بس يباري بيعطوني يباري اني ما نبيش والله ما قلت لي حاجه قلت لي باري
العلاج قلت ايه بس ما اني ما نبيش لي باري نخاف منها ترى تبكي بس كيف طيب هو الجولان الجولان يريح القلب يريح القلب هو يتريح يقول لك انا امي اللي دارتها قالت لا ولا اخي والله ما نقدر يا اخي والله غرفني يا حاج شوف ايدي قالوا لي ديري وانا ما نبيش ندير الكمامه فهمتني غرفني وحدي الله لا اله الا الله محمد رسول الله لان البكي يا اختي ما يجيب شيء ما يجيب شيء لكن مهم ما نقولهاش تو لا قولي لك سلام ها اولادي الحمد لله تمام الحمد لله الحمد لله ما في شيء لا لا ما فيش حتى حاجه اولادي يقال عمرك ما يندس لا لا فيش شيء مش بهي فهمتوا انا نقول هو خدمته ما يبيش خدمة يخدم وربي وما خليش أمي بالضبط عليك نور صحيح ما لا كيف يعني تمشي تو تمشي مش ضروري تعيني مري تعيني أنت في مكان الثاني صح ندور على المستشفيات ما تقولي ليش حتى هو يسأل غضوة بعد غضوة يسمع إنك أنت كاتمة عليه مرات يزيدك التعب صح صح يزيدك هذا المرض الحمد لله بعونكم إن شاء الله بارك الله فيك لا خليك سامحني لا ما فيش سامحني حياتي لا عندنا بابا صحيح بارك الله فيك ليش بتقوليش ما كان ما قلتيش تقول لك كلمه بتقول ما كان بنقول له والله بيشد راسي ما عاد لا يخدم لا يقدم انا عارفاته هو راس ولاد نشوف فيه ونشوف ربي حاجه يعني تقولي له يا اخي يقعد معاك يعني في الصوره على الاقل شنو يقعد يسمع من الناس ان امك تضرب تاخذ الكيماوي ومريضه وهو ما يدري عن شيء ياسمين انت وياها الخير والشر اللي فرج ربي اللي فرج ربي علينا وعليكم والله يا اخي ماني قادره نقول له والله وجعني ولادي والله يا ربي يفرج علينا وعليك ان شاء الله ان شاء الله غيرك انت إيه كيف بديري لا يرفعني ويجيبني ها تو حطني ويمشي حطك ويجيبك وخلص قول له عندي مراجعه قلوب الناس المليانه بالرحمه ما انقطعتش من الوجود والحن والرأفه والخير قاعد عامر في الدنيا وفي حياتنا ومعانا ناسنا واليوم زي امس وزي بكره وعمر العشم في اهل الخير يضيع ديما نلقوه ورانا وقدامنا.